معاشر المسلمين رحمكم الله، ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أن يوم الجمعة سيد الأيام وعيد المسلمين، وعن السلف الصالح أن الخطبة فيها مكان الركعتين، فإذا صعد الخطيب المنبر وشرع في الخطبة فلا يتكلمن أحدكم، فقد ورد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا قلت لصاحبك يوم الجمعة أنصت والإمام يخطب فقد لغوت. وفي حديث آخر: ومن لغى فلا جمعة له. أنصتوا واستمعوا وأطيعوا رحمكم الله، أنصتوا واستمعوا وأطيعوا رحمكم الله، أنصتوا واستمعوا وأطيعوا رحمكم الله. إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على أشرف العرب والعجم وإمام مكة والمدينة والحرم، سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم، وزده يا رب شرفا وكرما ومهابة وتعظيما.